جاء واحد في عهد احد الخلفاء سأل قال هذا نبيكم عين وصيل ولا؟ قال له لا. قال له شلون صار؟ قل ما كنت بدعا من الرسل، آية قرآني، ترى أنا ما أختلف عن بقية الأنبياء، أنا مثلهم على طريقتهم، شلون ما عين؟ مو معقول، خالف سنة الأنبياء الذين سبقوه طلع برا. سلمان الفارسي أو أبو ذر شافه قال له تعال، جواب مو هنا. ودعا عند الإمام عليه سلام الله عليه، سأل نفس السؤال، هل نبيكم عين خليفة أم لا؟ فقال الإمام عليه سلام الله عليه نبينا كبقية الأنبياء، عين وصية، وأمته كباقي الأمم خالف الوصي. نفس الشيء بالنسبة لبقية الأنبياء، هم كانوا يخالفون الوصي، نفس الأمة كانت تخالف بطريقة أو بأخرى. تقول شلون يصير يعني؟ معقولة يا عمي؟ في عهد موسى على نبينا وآله وعليه السلام، موسى بن عمران، وإذ وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، 40 ليلة ابتعد عن قومه حتى يجيب الشريعة من الله عز وجل، راحوا عبدوا العجل، وبعد النبي ما لهم حيدة يرجع، انتظروا يرجع، يعني ما يصير؟